قبل أن نتحول إلى أخبار الطقس والحالة الجوية مرة أخرى مع فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا ليلى. شكرا سحر، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا. ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غداً الخميس مائل للحرارة نهاراً على القارة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، دافئ على السواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشرقية، حار على جنوب البلاد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائماً من القاهرة العظمى 27، الصغرى 16، إسكندرية 25-14، مطروح 24-14، بورسعيد 20-14، إسماعيلية 28-14، وجوها معتدل. بالنسبة لي سويس 27-13، عريش 23-15، طابة 25-14، شرم الشيخ 27-16، الغردقة 26-14، الأقصر 28-15، أسوان 30-14، وادي الجديد 34-15، شلاتين 27-17، حلايب 24-16. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.